انا همشي قبل الساعه 1. انتوا احرار مش عايزين اي حاجه امشي، وانا حددت كل حاجه قبل كده. اللي هقوله لحضرات دلوقتي ده هو المقرر، هقول ايه العملي وايه النظري وايه الحاجات اللي ممكن تبقى عملي ونظري. الموضوع الاول يا حضرات اللي هو صفحه 105 من 105 لغايه 110. الموضوع الثاني صفحه 111 ل 145 ده عملي. بعدين انا بقول اللي بحدده دلوقتي هو المقرر، ايه اللي قبله وايه اللي بعده برضه. اولاني نظر يا حضرات، بعدين عندي مصادر 146 لغاية صفحة 149. الكتاب ده غلط على فكرة، مش مترتب كويس. دي بقول لحضرات اهو من صفحة 146 لغاية صفحة 149 ده نظري. اللي ما بقولش عليها حضرات تعرف ان هو مش مقرر على ساعتها. بعدين من صفحة 154 154 يا حضرات صفحة 196 ده عملي. بعدين عند حضرتك في صف 232 من 232 ل 243 ده نظري. بعدين عند حضرتك من 243 لغاية 270 ده عملي. بعدين من 289 ل 296 نظري. بعدين من 305 لغاية 308 ويا حضرات من 299 ل 299
90 لغاية 307 نظري. بعدين الناس بالتحقيق من 319 329 نظري. بعدين أمر بلاغة لإقامة الدعوة من 335 335 348 نظري. بعدين قيود تحريك الدعوة الجنائية اللي هي الشكوى، أنا مش عايز من حضرتك إلا تعريف الشكوى، جرائم الشكوى يعني 354 لغاية 360 في عليك كده. بعدين الادعاء المباشر من 396 لغاية 401 عملي. نقول الادعاء المباشر عملي. بعدين تقادم الدعوة الجنائية ده من 434 لغاية 450. إنما بالنسبة ده نظري يا حضرات، إنما في التقادم فيما يتعلق بالإجراءات القاطعة للتقادم أنا مش عايز تفصيل. لو جالك السؤال في التقادم كل اللي أنا عايزه من حضرتك اللي هو رأس القلم، بمعنى كل الإجراءات القاطعة للتقادم هي واحد إجراءات التحقيق، إجراءات المحاكمة، الأمر الجنائي، إجراءات الاستدلال إذا مورست في مواجهة المتهم أو أخطر بها بنحو على نحو رسمي. الحاجة اللي بعد كده اللي هو قوة الأمر المقضي والمسامة الجنائية، ودي آخر حاجة شرحتها، 468 لغاية 470 ده عملي. حاجة تانية يا حضرات، بالنسبة للامتحان أنا متعود أجيب الامتحان اختياري. الامتحان زي ما حضراتكم عارفين هو نصين، نص لأخويا الدكتور محمود كبيش والنص الثاني خاص بي أنا، 10 درجات و10 درجات. أنا هجيب 3 أسئلة حضراتكم تختاروا سؤالين بهدوء يا حضرات. أنتم بالاختيار بين الأنظمة الآتية، إما أن أنا أجيب ال3 أسئلة عملي. يا حضرات اتعودوا يا حضرات أن تكونوا كبار. أقول لحضراتكم 3 أسئلة هتختار منهم سؤالين. النظام الأولاني إن أنا أجيب 3 قضايا تختار منهم قضيتين. النظام الثاني إن أنا أجيب 3 أسئلة نظري ما أجيبش قضايا خالص. النظام الثالث إن أنا أجيب قضيتين وسؤال نظري. النظام الرابع إن أنا أجيب قضية واحدة بس وسؤالين نظري. أكبر حضراتكم لا تريدون أن تكونوا كذلك. أعملوا إيه؟ أجيب الامتحان بمزاجي. الحاجة الثانية أنا أفترض إنه جاتني قضية من القضايا، قضية في حد يحمى كيفاش جاتني تشتغل في التليفون قدامي. الله أخوة إلا بالله.
فنفترض انه جات لك قضيه من القضايا يقول لك انه احد المرشدين السريين اتصل بضابط اللي هو مامور الضبط القضائي وبلغه بان احد الاشخاص يعني يرتدي زيا معينا يتاجر في المواد المخدره امام جامعه القاهره. وبعد مرور ساعتين على هذه الواقعه جاء ضابط المباحث او ضابط الشرطه الذي ابلغ ووقف بعيدا، وعندما يعني وجد الشخص الذي توفرت فيه المواصفات التي ادى بها المرشد السري وجده يقدم لفافه الى احد الاشخاص ويتقاضى منه في مقابل ذلك مبلغا من المال، فقام بإلقاء القبض عليه وتفتيشه وجد معه المواد المخدرة وحصيلة البيع، ووجد إلى جانب ذلك مسدسا بغير تقييس. أقول لحضرتك إيه رأيك في مدى صحة هذه الإجراءات؟ أول حاجة تعملها هو المفروض لما تبقى قاضي بقى لازم تقول لي الواقعات إيه؟ إن إحنا مش وقت القاضي ولا وقت غيره دلوقتي. اللي يهمني دلوقتي اللي هي المبادئ التي تثيرها هذه القضية. القضية دي بتثير لي إيه؟ بتثير لي مبدأ واحد فقط. اللي هو إيه؟ التلبس في ارتكاب الجريمة. معايا؟ كل اللي أنا عايزه من حضرتك ما تدشش كتير. التلبس في ارتكاب الجريمة تقول لي الأربع حالات، رؤوس الأقلام. الحالة الأولى مشاهدة الجريمة حال ارتكابها وبعد ارتكابها بمرة يسيرة لغاية الآخر. والشروط التي يجب توفرها في حالة التلبس. وأن يدرك مأمور الضبط القضائي حالة التلبس بنفسه وأن يدركها بطريقة مشروعة. الآثار التي تترتب على ذلك اللي هو القبض والتفتيش. وبالنسبة للقبض قلنا في جزئية مهمة جدا، مش كفاية بس تكون حالة التلبس، لا ده لازم تكون الجريمة جناية أو جرحة عقوبتها الحبس مدة أكثر من ثلاثة أشهر. المطلوب بطبق بعد كده التطبيق. وطبق المبادئ اللي عندي دي على الواقعات بتاعة القضية، شوف هل حالة التلبس متوفرة أم لا؟ الملك المغلول وده حكم محكمة النقد طالع في سنة 2011. محكمة النقد قالت لا حالة التلبس لا تعد متوفرة. ليه؟ قالت لأنه مأمور الضبط القضائي لم يشاهد الجريمة بنفسه. ده هو جاله إبلاغ. الحاجة الثانية ولم يشاهد الجريمة ارتكاب بعد ارتكابها بجرهة يسيرة. ده بيقول لك بعد ساعتين أو ثلاثة ساعات تروح هناك. بالإضافة لكده الله واحد بيقدم للثاني لفافة ما هياش معروفة إذا كانت سيجارة صاروخ ولا إيه بالظبط اللي فيها، ويتعاطى بياخد منه مبلغ من المال. مسألة يعني لا تدلل قطعا على أن حالة التلبس متوافرة. وبالتالي طالما أن شرطا من شروط التلبس اللي هو أن يدرك مأمور الضبط القضائي حالة التلبس بنفسه غير متوافرة، فهذا يعني أن كل الإجراءات التي اتخذت تقع باطلة. حضرات، نحن سويا من أول العام الدراسي